يا من بذلت العزم ترنو للعلا، إن النجاح مسيرة العظماء، كل النجوم تلألأت بنجاحها، فاظفر بذاك النجم في العلياء. اعمل لخير وافر لا تركنا، كن سعيا ومثابرا لعطائي، واخلص بجد للإله بكل ما تعطي، وتبذل راجيا لجزائي. في سنة الهادي سبيل واضح نحو النجاح بنوره الوضاء. يا من بذلت العزم ترنو للعلا، إن النجاح مسيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أخواني الأحبة، أخوات الفاضلات، نرحب بكم مع حلقة جديدة من حلقات قصة نجاح، والتي نستضيف فيها اليوم يعني ضيف مميز، وكل ضيوفنا مميزين، ولكن هذا الضيف يعني قريب جدا إلى قلبي، ولي معاه يعني تاريخ طويل حافل في المواقف يعني المضحكة والمثيرة. أخونا الدكتور محمد ثويني أبو فهد، الذي يتميز في كثير من قضايا النجاح وقصص كثيرة عن قضايا النجاح وقصص النجاح، واليوم احنا راح نتكلم عن بعض هذه القصص في مع ضيفنا الأخ أبو فهد. حياك الله أبو فهد. الله يحييك أكثر شيخ يعني الحميد، ما يحتاج أغازلك يعني. لا لا بس أنت حط حد معين عشان لا تطلع السوالف اللي أنت قدمته يعني. الله يحفظك إن شاء الله. وفهد، حنا في هذا البرنامج نتشرف ان نقابلك فيه. الله يشرفك ويبارك. وودنا يعني يستفيد المشاهد والاخت المشاهده من بعض انجازاتك وقصص نجاحك. وانا اللي عرفه يعني اللي اول ما تعرفت عليك انك انت اعرف ان انت بطل اسيا في الشيش او في المبارزه، وثم بعد ذلك تنقلت الى قضيه ما لها علاقه ابدا في المبارزه، الى تربيه الشباب ونوادي الشباب والمصابيح الهدى. كيف بدات والى اين انتهيت؟ والله عاد هذا مشوار طويل. بسم الله، الحمد لله، وكفى، والصلاه والسلام على النبي الامين المصطفى. اول شيء اشكرك ابو خلاد على انك اخترتني من ضمن المجموعه الكوكبه اللي اخترتهم في البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لك في البرنامج، يكون له أثر ممتد على شبابنا أبنائنا وبناتنا إن شاء الله. بالنسبة أنت حطيت يمكن عنوان البداية، الوالد والوالدة الله يرحمهم ويرحم موتانا المتوسلمين جميعا، كانوا وايد حريصين علينا في ذاك الوقت أن المدرسة، دام الواحد يروح المدرسة وينجح ما تي الدوائح المدورة هذه، هذا الكيكة لا تي، فهو بخير يعني. فحتى أنا أذكر سالفة على هالموضوع أول، تدري وخلاص تذكر أنت يمكن لحقت قبلي على هالموضوع، إذا واحد نجح بالطرف بالحفة يحطوا له دوحة يكتبون يمها ناجح جوازا. أول ما دخلوا الإنجليزي يعني بالدز فضيحة، زين سكتوا زيدوها ولا تحطون، بس كانوا يقولونها من باب الصراحة ما أدري يعني. فالمهم أول متفضلين عليك حطوا الإنجليزي طبعا ما دششوا علينا بالمتوسط ما نعرف، وكنت أنا صراحة ضعيف جدا لنا يعني شيء جديد. فكانت المادة فعلا حطوا لي 18 والحد الأدنى كان 20، وحاطين على دوحة كاتبين ناجح جوازا. الحين شلون تقنع الأهل أنت ناجح؟ هذه موجودة. فهذا يعني النجاح اللي البرنامج يتكلم عنه الحقيقة. أنا متأكد أن كل شخص يتابعنا الآن عنده قصة نجاح إن شاء الله، لكن منو اللي يسجلها، منو اللي يدونها، منو اللي يستفيد منها، منو اللي ينظر لها بنظرة العبرة، هو عاد الموفق إن شاء الله. المبارزة دخلت في أيام المدرسة، ايام المتوسطه، متوسطه مبكر جدا انا وقتها يمكن 12 سنه او يعني 73 74 دخلت اللعبه. اللعبه كانت في الكويت من سنه 63 رسمي في المدارس. يعني شو اللي خلاك تحب، انه هو كان ذاك الوقت الستينات، تكلمت قصدي بالسبعينات. اي نعم، اول السبعينات كانت يعني الموجه كلها قدم. بالضبط. انت وين رحت يعني وايد؟ انا كنت قدم، كنت حارس مرمى زين، وكنا بالفريج احنا اربعه يعني بالعداليه، كنا اشهر اربعه في كحراسة مرمى، كنت أنا معي ثلاث أشخاص. أي. سبحان الله ذاك اليوم ما رحت نادي كاظمة؟ لا، رحت نادي الكويت. أي. بحكم الوالد الله يرحمه كان لعضوية بنادي الكويت. أي. فأسمع نادي الكويت فرحت نادي الكويت. أي. يعني
رحت يوم واحد شفت التمرين ما عجبني صراحة فمشيت ظليت ألعب بالفريج. ليش ما أي كابتن اسمه كابتن حسن كال هو سوري الجنسية الله يرحمه توفى حضر المدرسة مع مدرسين أيضا توفوا جميل الكردي أذكر عدنان نسيت اسمه الثاني الله يرحمه كلهم نقوا مجموعة 11-12 طالب من المتوسط العدالية المتوسط مو الفريج لا من المتوسط كان بالفريج شافين قبل لا هذا في القدم في بس يعني. بالمبارزة أنا أتكلم الحين أي. فاختاروا من المدارس ويبون يشهرون اللعبة منو اللي اختار واحد منو اسمه سامي عبد الله مندني كان حارس مرمى وياي وكان صديق العمر خوش. الباب بالباب الساعة 3 أشوفه كاشخ وطالع سامي وين رايح قال نروح نسايف قلت شلون بتسايفون قال نلعب لعبة اسمها السيوف كذي يعني كلام شباب صغار قلت له يصير نروح وياك ما اختاروك انت لا ماني وياهم اختاروا 12 12 متنوعين من المدرسة انا ماني منهم ها عبالي منهم لا ابد مو منهم ولا بالبال سامي اجاز لي قال لي مش ويانا ونمشي لمسجد الراشد حاليا مسجد الدوار ولا في مدرب اللي هو حسن كان الله يرحمه عنده مرسيدس بيضة وشايسنا احنا 12-14 مش كلنا بهالسيارات شلون دخلتوا ما ادري فوق بعض يعني قعدنا فوق بعض ورحنا ودنانا ايش ويخ مدرسة الغزالي كان يطالعني لابس دشداشة كان يقول انت وين لبسك انا الحين استحيت اقول انا مو اختاريني كان اقول له كابتن باشر البس بس ما قلت له كان نزل لي من العدلية يوم رحنا ويعطونهم ديك القبعة الكبيرة الماسك اللي على الراس هذا في لابس دشداشة انت انا دشداشة قاعد اطالع طلعوا لهم هالواقي اللي علوه الابيض والسيوف البلاستيك هذا قلبك أنا أطالع وشي فرفر داخل قلبي أي قدم أي سلة أي طائرة فيها برستيج هذا أقول لك لعبوا طقوا طقوا هالشكل ورجعنا البيت انتهت المسألة قلت الحمد لله ما سألني يعني أنت مشترك ولا لا قال لي أنت قلت لا باكر ألبس أنا لا ما كذبت ولا قلت السالفة الحين بيني وبين نفسي ما ينتي باللبس الحين مو هالشكل أقول حق نفسي شلون أنت توعد المدرب أنك باكر تلبس وما تروح شلون توعده وما تروح إيه بس انت كانت عندك رغبة بتروح انا عندي رغبة بس الحين ركبتها على الوعد والبس وروح ثاني يوم أيه. يقدر الله عشان بس ما نطول عليكم لا لبس رياضي عادي لبس رياضي العادي هم يعطونك هنا اي وانت تدرب وخلاد وكل 12 واحد يبطلون بس انا اللي بقيت سبحان الله هذه قصة ولا حد سألك انت من ولا حد لا اليوم ترى الحين يشوفنا على التلفزيون يدرون كان بس عاد اللي مات ما يدري الله يرحمه فسبحان الله يقدر كلهم يتركون وانا استمر وذيك السنه اطلع انت الوحيد في الكويت او اول واحد بالكويت في هذه اللعبه من ذيك الشله اللي اختاروها ذاك الوقت ماكو قبلكم قبلنا كان في مدارس اخرى هذه احنا نتكلم عن العداليه اللي هو مركز اللي يسوي يعني يسمونه نادي القادسيه ونادي اليرموك من هذا من مجموعتنا احنا انا اللي استمريت وطلع ذيك السنه الثانيه على مستوى مدارس الكويت ما شاء الله فاز واحد وانا الثاني عقبه كان في مسابقه داخل وذاك اعطونا ميداليه صغيره فيها من فضه شيء فضيه مكتوب عليها شعار دوله الكويت موجوده الحين هذه والله موجوده مع الاغراض ان شاء الله اذا تبي نحط صورونها تحطونها تالي فطلعت الثاني على مستوى الكويت في المدارس الكويت كلها فكسرت حافز هذه خلاص انتهى عاد الحين ثبت الاسم ما يدعي بعد يقول لي انت مشترك ولا مشترك بس خلاص ودخلنا وزعونا مركز الغزالي نص راح نادي القادسيه ونص ودونا اليرموك رحت انا الغزالي شنو كان نادي الغزالي كان مركز تابع وزاره التربيه بشويخ ايوه مناطق العدليه والفيحة وكيفان وشويخ الخالديه افرزونا وفي رميثيه كان مركز وفي اكثر مركز والجهره في مركز اربع مراكز في الكويت وزعونا عليها احنا نصيبنا نروح نادي اليرموك وذيك اطلع في السنه ايضا الثانيه على مستوى الانديه ما شاء الله على مستوى الشباب الصغار فخلاص تثبت ذاك الاسم وعادي العشق هنا صار مع اللعبه بس خلاص واستمرينا فيها هذه قصه البدايه المبارزه ماشي الحين انت الحين وصل اسمك او برزت على مستوى مدارس الكويت وعلى مستوى طالب وعلى النوادي اي وعلى النوادي نعم هني تخرجت ولا لا ثانويه انا بعدي بالمتوسط ما زلت بالمتوسط بعدي بالمتوسط انت ذلك تكلمني عن كيف تحولت الى العالميه ممتاز هني طبعا انت يمكن ذكرت في البدايه على مستوى اسيا انا على مستوى اسيا ما حققت مراكز حققت مركز على مستوى العالم 19 على العالم سنه 1982 ما شاء الله 29 خسرت ما دخلت الاسيويه ما صار نصيب انا لا خليج ولا العربيه ولا الاسيويه لعبت الا العاب اسيويه 71 قفزت على العالميه مرحله لان يا مصاب يا كذا ما صار نصيب لكن مراكزي عندي المركز 44 على مستوى الاولمبي العالمي سنه 80 و82 وصلت 19 على العالم وعقبها تركت للدراسة سبحان الله في ذيك الأيام يعني طبعا لعبت 8 بطولات عالم لعبت ثلاث ألعاب أولمبية لعبت بطولة آسيوية لعبنا
وكان شيء راقي الحقيقة. كنا نلعب مع أبطال يعني أعمارهم كان إحنا أعمارنا في الرياضة 4-5 أعمارهم 14-15 سنة، لكن خبرات. كنا ننافس وكنا ننافس. وأذكر سنة 79 رئيس الاتحاد العالمي نزل لنا أنا ويا لاعب كويتي ثاني اسمه أسامة الخرافي، أسامة منصور الخرافي، وكان يترجم لأمير سعودي لأن يتكلم الفرنسية من إعجابه فينا في مستوياتنا. وذاك ذيك السنة صغر سنكم صغر سنة كنا أقل من 17 سنة وننافس أبطال عالم. أسامة كاد يسقط كان بطل ذيك السنة كان أولمبياد 76 في مونتريال. أسامة الخرافي صاحبي ولاعب كويتي أيضا متميز كاد يسقط البطل الألماني وهو كان بطل أولمبي. وأسامة لاعب مبتدئ فنزل يانا وحيانا وسلم علينا كأصغر لاعبين وشجعنا للمستقبل. وكان يترجم لنا الأمير السعودي نسيت والله أذرني اسمه ذاك الوقت، لكن هذا كان الجهد اللي بذلناه نقلنا بسرعة إلى مستوى العالمية، لكن ما قدرنا نحقق المستويات الأولى لأن احنا بعيد جدا عن المركز هذا. كان دول الخليج كويت أول دولة خليجية تشارك في، كانت الأكثر مشاركة، الكويت والسعودية كانوا هم الأغلب وكنا يعني، لكن الكويت كانت هي الأقوى. تالي عاد الشباب اللي بعدنا حققوا مراكز على مستوى آسيا جدا متميزة وأبطال آسيا سنوات ممتدة ينافسون يقارعون الكوريين واليابانيين والصينيين، لكن هذا الجيل بعدنا إلى الجيل السابق. هذا الكلام كله تقول أنت قبل غزو هذا؟ هذا كله قبل، أنا اعتزلت سنة 88 بخلال. حلو. ذيك السنة عمري 17 سنة. انزال رسمي 88. أي هذا الرسمي. قبل غزو بسنتين. تقريباً. عمري 17 سنة في السبعينيات من حبي للعبة وعشقي لها كان بعض اللاعبين بعض الحكام يدخلون سجاير. أيوه. وأنا أكرهها. ومرات لما أحد يزعل يطلع منه يعني كلمة. ما شربت سجاير من قبل. بحياتي ما عطيتها على شفتي، لكن أذكر مرة وأنا صغير 8-9 سنين عطيتها على إذني. لقيناها في الدواوين هاي مات الشباب اللي يقعدون في البراحة في الفرجان، فحطيتها على أذني لكن على حلجي لا مستحيل، لأن أذكر الوالد ما أدري من يسولف بالفريج يقول أبو عبد الله اكتشف ولده يدخن سيجارة طفها فيه طفها بحلجه. أوف. هذا أبو عبد الله مو أبوي، هذا واحد بالفريج قالوا عنه تبين أحطها بعد هذا الموقف. فبالتالي الله حفظنا منها الحمد لله. فقلت لما أكبر راح أفتح نادي أعلم فيه المبارزة والأخلاق. يا سلام. ما أسمح لهذه الأمور الضعيفة تحدث. يعني منطلق الفكرة قديم من شوفتك لبعض المدربين اللي دخلوا سجاير. أحسنت. إن هذول قدوات مدربين حزت بنفسي. أنتم مشرفين ومدربين وحكام قدوة لنا إحنا شباب صغار. كيف تسوون هذا الموقف؟ فأنكرت عليهم هذا الشيء فعبرت عنه إني راح أفتح لي نادي لما أكبر. وايضا كانت عندي ملاحظه اخرى اثناء وجودنا في المبارزه وجزاهم الخير تجاوبوا معها. ذيك احنا كانت نتمرن طول الاسبوع خميس وجمعه تصير هي البطوله. فاللي يصعد النهائيات يلعب صباح يوم الجمعه وقت صلاه الجمعه، فنلعب اول دور ثاني دور ياذن اقول يا جماعه نصلي، يقول ما يصير نصلي احنا في وسط بطوله شلون نترك صلاه الجمعه شلون نترك البطوله الرسميه هذه ولا بطوله الكويت بطولات الكويت الرسميه. فاقول لهم زين ما نصلي ما يصير. هالكلام اذكره في 78 في 79. فقلت لهم والله يا جماعه كنت صغير وملتزم كذي ما شاء الله. هذه انا اقول لك هالكلام ذاك الوقت. قلت لهم اسمعوا النهائي نهائي كيفكم، انا سمعت الاذان بطلع اذكر الكلام احنا بالدعيه وعبر الشارع اروح الدسمه على الشارع مسجد العزاسي على الشارع. قلت لهم انا رايح اصلي بتلعبون لعبوا مو لازم العب النهائي سلام عليكم تعال تعال حقرت ومشيت واروح اصلي الجمعه وارجع والقاهم يلا عطلتنا ايش فيكم قال ما لعبنا ننطرك. زين ممتاز. وكانت اخر جمعه يلعبون فيها سبحان الله غيروها سووها أربعاء وخميس من ذيك السنة جزاهم الله خير الله على الاتحاد يعني شعروا بتأنيب الضمير. فهذه الأشياء اللي وجدتها في ذاك الوقت أشعرتني مسؤولية تجاه اللعبة أنها تستمر لكن بأخلاقيات أفضل. هذه كانت نشأة الفكرة عمري 16-17 سنة. طيب حنا فاصل ونعود إن شاء الله نكمل انفجار الفكرة ثم تطويرها بإذن الله تعالى. إن شاء الله فاصل ونعود. أخواني الأحبة أخواتي الفاضلات فاصل ونعود معكم نستمتع مع لقاء الدكتور محمد هوي. الهادي سبيل واضح نحو النجاح بنوره الوضاء. الهادي سبيل واضح نحو النجاح بنوره الوضاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أخواني الأحبة أخواتي الفاضلات نعود معكم مرة ثانية مع لقائنا مع الدكتور محمد ثويني الأخ الحبيب والقريب من قلبي جدا والضيف المميز في هذه الحلقة. نكمل معكم
ومعه سيرة النجاح التي بدأها منذ أن كان طفلا صغيرا في المتوسطة حتى أصبح علما من أعلام الكويت يعني في مجال الرياضي ومجال أيضا النوادي وتربية الشباب. أخونا أبو فهد حبيبي بعد مرة ثانية معكم ثانية ونكمل معك مسيرتك اللي بدأتها في منذ المتوسطة في لعبة المبارزة، نعم، وتدرجت فيها حتى وصلت إلى العالمية بفضل الله تعالى، ثم توقفت سنة 88 كما تقول في بداية اعتزال رسمي. اعتزلت، نعم اعتزلت، وانشغلت في الدراسة تكملة الماجستير والدكتوراه. عن هذه المرحلة تكلمنا عن الدراسة، بعدين الفكرة اللي انطلقت انك كنت تشوف بعض المدربين يدخنون سجاير وبعض اللعبات تصير احيانا اثناء صلاة الجمعة، نعم، فهذه كانت مو يعني متضايق منها، نعم، الى ان انقدحت فيك فكرة سبحان الله انه هو انه لابد من تكوين نادي يرتكز على القضية الرياضية والأخلاقية، صحيح بعض، نعم، ولكن كيف انت ما تدري، كان حلم موجود عندك، صورة في الراس، حلم وتمني، نعم، ولكن متى تحقق هذا الحلم ومتى تحقق الأمنية مع انك انت قطعت عن الأمنية والحلم هذا سنوات عن دراسة هذه، نعم. تكلم لنا عن بداية انقداح الفكرة ثم الدراسة ثم تحقيق الفكرة. اللي صار هني، وانا اعتذر من المشاهدين ان احنا قاعد نختصر سنوات في ربع ساعه يعني إيه. القفزات ولا في اسماء وفي مواقف تنقال جميله قول جدا، ممكن عندنا حلقتين ان شاء الله ان شاء الله. فهني ايضا واكب المساله، في عندنا مسابقات كان يسوونها زهم الله خير في المعسكرات، كنا نسافر بالسنه اربع مرات، مرات خمس مرات، شهرين ثلاثه، كله برا الكويت. والله يعين الوالده الله يرحمها، كانت وايد تتشوق يعني ان غيابي كان كثير. انا كنت انسان بيتوتي، أنا الكبير في جيلي كله، من عيال عمومتي كلنا، زائد أنا كنت بيتوتي. ثلاث أشياء ما أسوي غيرهم بخلاد: واحد المدرسة، اثنين المبارزة، ثلاثة البيت. ثمان ونص متعشي وجاهز للنوم، يا سلام، إلى رابع ثانوي، إلى آخر سنة في الثانوية. ما عندي طلعات ولا سيارات ولا سوالف ولا بران ولا شعلات ولا شيء. الحين في شاب ينام الساعة 8؟ احنا يعني في البيت ما يدشون العزة. فذاك الوقت كنت أحصل على ثلاث جوائز باستمرار: أرتب غرفة، واللاعب المثالي في السفرات، واللاعب المثالي داخل الكويت في البطولات بس ما يعطوني الكاس ولا مرة. ليش؟ هذا السؤال. أقول لهم أنا ولد عمري 14 سنة ما أعطوني إياه، 15 سنة ما أعطوني إياه، 16 سنة ما أعطوني إياه، 17 سنة ما أعطوني إياه. وبعدين قالوا خلاص كبرت. قلت ليش؟ فدايماً يطلع محمد ويني آخر شيء يطلعون اثنين في كل، حتى الآن في المسابقات الرياضية يطلعون آخر اثنين ويرشحون واحد، يطلع اسمي واحد صغير. محمد ممكن نشجع الصغير؟ فضحي. أي فضحي. ضحي أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة. خلق عالي جدا. قصدي إن هذا هم ساهموا في شيء ما يدرون عنه، غرسوا فيني شيء سبحان الله، قدر الله عز وجل. حب التضحية زائد في وجود المثالية. ولا مرة أخذت الكاس، لكن دائما أعطيه لغيري. ترشح له ولكن ما تعطيه، ما أعطيه بحجة خلنا أعطيه حق الصغير حتى، وأنت ما يحتاج تأخذ. وتالي أنت مؤهل ومؤهل في كل السنوات اللي تعرف فيها كنت لازم واحد من الاثنين، لكن ممتاز. ولا مرة أعطيت. ممتاز. زائد أرتب غرفة، أنظف غرفة، اللاعب المثالي في السفرات. فهذه أيضا، هذا من خذيت القضية أنظم غرفة هذه في الدورات في المعسكرات يعني من البيت. هي طبع فيك ولا من الوالدة والوالد؟ الوالد والوالدة. أي منظمين. أي طبيعة بيتنا هالشكل. على الأقل دوري أنا في داخل داري بيتي، وحتى بعض عيالي عندهم نفس النمط هذا، شيء مرتب، الدار نظيفة، عزك الله الحمام نظيف مكانه لغاية هذا اليوم خلاه. يعني أنت لا تؤمن في المبدأ اللي يقول إن هو المبدع ما يصير إلا يكون فوضوي؟ مو والله لا، فوضى مرتبة. يعني فوضى الخلاقه يعني. لا مو هالشك ابو خلاد، ان اغراضه كلها برا بس مرتبه يعني يدلها. فانا اغراضي احنا اقدر اقول لك روح الدار الجرج الفلاني الزاويه الفلانيه يجيب شيء فلاني، اعرف اغراضي وين موجوده. فالمبدعين لان عندهم حوسه اشياء وانتاجات ابتكارات، فقد يكون عندهم هذا الاشياء برا، لكن مش الفوضى المقصود انه ما يدل اغراض. مو شرط كلهم يعني. مو شرط كلهم. فالبيت كان عندنا، الوالد كان عنده طبيعه الله يرحمه، كان يحمل لي مسؤوليه قراراتي. حتى لما بسوي عمليه جراحيه يسالني زينه، اقول له زين خلاص توكل على الله، قرار عندي. يعطيك فرصه صناعه القرار 100%. ممتاز. الوالد كان عنده هذا. الاباء الاولين ما عندهم السالفه. لا ابوي عنده، ابوي متعلم، خلص معهد ديني الادخال الثانوي ودرس لغه في بريطانيا، فعنده متحضر وعنده الاطلاعين. نعم عنده التاسيس الديني وفي نفس الوقت عنده التاسيس الحضاري، فبالتالي هذا خلاه يتعلم. حتى اذكر دزني سنة 77 إلى بريطانيا سنتين أدرس لغة
أنا درست لغة اللغة الإنجليزية في بريطانيا شهرين في مدينة بورمث. هل نجحت فيها أنت جوازاً؟ هذه اللي عقب الجواز، هذه عقبها عقب الجواز. خرجت منها بورمث. بورمث؟ سبحان الله. فإذا اجتمعت هذه مع الفكرة وتالي صارت طبيعة في حياتي. الشيء الثاني أيضا النقل الثاني أبو خلاد، كنت أنا أحب الهندسة المعمارية. وأذكر في رابع متوسط كان اختبار، تذكر على يوم قبل رابع متوسط تعتبر شهادة علمية من نفس الثانوي. نعم. حنا على سنتنا ألغوها إحنا، بس كان في اختبار تربية فنية، كنت راسب عمارة، راسم عمارة بلكونات وحاط لها مظلات ودرايش، يعني شيء كل عيدية أخذها لازم أشتري ألعاب التركيب. أسوي بيوت، فخالص يعني خالص من الثانوية. التركيب هي من الألعاب اللي يعني تنمي الذكاء عند الطفل. خالص من الثانوية رايح هندسة. جامعة الكويت ما في هندسة معمارية. فانصدمت. شيء ثاني ما يجيب نسبة دخل جامعة الكويت أيضا دخل ولا فيه، فقلت ما دخلك الجامعة، ما دخلني الجامعة وأيضا ما في تخصص. فقال والدي خلاص ندزك أمريكا تدرس على حسابنا. ذاك الوقت التقيت مع أيضا أحد الدكاترة أصحاب الوالد الله يرحمهم توفي اثنين، قال ليش ما تروح التكنولوجيا عندهم هندسة مع التكنولوجيا، مع التكنولوجيا. قلت زين، رحت المعهد، عدلت عن السفر، قلت أروح المعهد أخذ السنتين وبعدين أكمل برا. طلعت الشهادة أيضا ما عندهم معمارية، كان اروح هندسه كيميائيه. وهي غير غير غير، لا ترى ماكو، كل الناس يشوف هذا شيء خط يختلف تماما، يعني خط غير تماما يعني. خلاص هذا هو، رحت هندسه كيميائيه عشان البترول، اني يعني اكمل في البترول. سبحان الله. مو رغبتك يعني؟ ما هي رغبتي، بس هذا اللي قدامي. بعدين هندسه قبل يا مهندس يا طبيب، الناس يقولون هندسه وطبيب، بس يقدر الله تصير لي اصابه واسوي عمليه، وقعد شهر كامل اثناء في الكورس اللي انا فيه في التكنولوجيا. تمارس لعبتك؟ انا العب علشان اكمل العب. سويت عمليه جراحيه، اوقفت الفصل الدراسي وقعدت في البيت شهر. شنو يم بيتنا؟ معهد المعلمين. اوكي. ابي اسلي نفسي، اقوم اتمشى اروح المعهد. اتمشى ولا صاله فيها ازعاج، دخلت ولا شباب يلعبوا رياضه. وفي دكتور كان اقول له تسمح لي، قال تفضل استريح. كان اسمه دكتور فاروق عبد الوهاب، يدرسهم شيء حركي. حبيت المكان، نفس سالفة المبارزة. رجعت البيت قلبي عندهم. كل يوم قمت أروح حضرت كورس كامل عندهم من غير ما أكون مسجل. حبيت حبيت الرياضة. نحن من ناحية تربوية الآن كتخصص تربوي. أي ممتاز. وما تشافيت هذه رغبتك الحقيقية. هذه الحقيقية، شوف الله شنو قدرها. أي نعم. تشافيت من الجراحة وأروح أنتقل من التكنولوجيا إلى المعلمين. خلص سنتين امتياز مع مرتبة الشرف، وتكافئني الدولة الحقيقة 500 دينار وميدالية ذهبية. ما شاء الله. وعطوني منحة دراسية أروح أكمل دراسي في أمريكا. ما شاء الله ما شاء الله. هذا ما كنت مخطط له هذا. أول أي مخطط، لا أبوي الله يرحمه ولا أمي يرحمه ولا أخواني ولا أحد ولا سولفنا فيه بحياتنا. الله أكبر. شيء طريق الله اختاره سبحانه وتعالى لشيء تالي ما حنا شايفينه. فإذا الأولى، الرسالة الأولى ما تنبارزة علم مبارزة وأخلاق. السمت اللي صار أثناء الرياضة، دخلتي حق التربية وصرت مدرس في التربية دينية ورياضة، حصلت على المنحة الدراسية، رحت درست بكالوريوس في أمريكا ورجعت مدرس وزارة التربية، قدمت على ماجستير، قبلت أيضا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، خلصت الحمد لله. تعالي قدمت الدكتوراه في علم النفس مجال الرياضي في تخصص اسمه السلوك يعني الحركي. ما شاء الله. في نفس سبحان الله شوف. هذا يثبت على أن نقول حق الآباء والأمهات أنه مو شرط يكون ولدك طبيب أو مهندس. لا مو شرط. الإنسان يختار شيء اللي يحبه وليبدع فيه ولينتج فيه. أنا مدرس تربية دينية ورياضة، وبعدين في الماجستير والدكتوراه اخذت شق من 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 جوانب علم النفس الرياضي اسمه تطور الحركه والسلوك الحركي، هو سلوك ايضا لكن له علاقه بانتاجيه اللاعب الرياضي. هذا الحقيقه الخط التربوي بدا من هذا. من بعد ما خلصت الدكتوراه الان رجعت حق فكرتي القديمه 88، اعتزلت المبارزه. فكرتي القديمه هذه نبيها حلقه ثانيه والله. عاد هذه عاد وراها ابداعات وابتكارات عاد اللي وراها. واحنا مستمتعين معك في الخط هذا والمفاجآت والموقفات الحلوة التربوية، واللي طبعا ملخصها انه هو الانسان لا يبدع الا في الشيء اللي يحبه. انت رحت وين؟ لفت يقول دورة بوم عود. ها بوم عودي والله. وداز الهواء مو بكيفه. كيمست في اسم الرياضة. داز الهواء. العموم احنا اخوان نحب اخوان الفضيلات ان نرعب فيكم ان شاء الله في الحلقة الجاية إن شاء الله نكمل مسيرة الدكتور محمد ثويني الذي استمتعنا مع هذه القصة الجميلة. خلكم معي في الحلقة الجاية نكمل مسيرة الدكتور محمد ثويني. راكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. يا من بذلت العزم ترنو للعلا، إن النجاح مسيرة العظماء، كل النجوم تلألأ
نجاحها فاظفر بذاك النجم في العلياء اعمل لخير وافر لا تركنا كن سعيا ومثابرا لعطائي واخلص بجد للإله بكل ما تعطي وتبذل راجيا لجزائي في سنة الهادي سبيل واضح نحو النجاح بنوره الوضائي.